الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. ثم أما بعد، فقد شرعنا منذ الأسبوع الماضي في بيان مثالب ترك الصلاة وشؤم ترك الصلاة على تاركها، وبينا أن ترك الصلاة كفر، وأنه من أكبر الكبائر الموبقة، وأنه نفاق، وأنه سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، وأنه من أسباب سوء الخاتمة، وأنه من أسباب عذاب القبر، وأنه شعار أصحاب سقر، وأنه سبب العرق في الشهوات، وأنه مصيبة وبلاء. فعن نوفل ابن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وزر أهله وماله. هكذا بهذا اللفظ، من فاتته الصلاة مطلقا، أي صلاة من الصلوات حتى خرجت عن وقتها، من فاتته الصلاة فقد أصيب بمصيبة كبرى وفاجعة عظمى، وصار كمن وزر، يعني أصيب بأهله وماله حتى استؤثر أهله جميعا وبني ماله أيضا ولم يبق له أهل ولا مال. ومن مثل ذلك قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم. قال الخطابي: ومعنى وتر أي نقط وسلب، فبقي وترا وحيدا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وفي لفظ عند عبد الرزاق: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا متفق عليه. والموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، يكون هو حاضرا ثم إذا بأهله يؤخذون، وماله يؤخذ منه ويسلب منه ويترك فريدا حتيرا ينظر إلى أهله وماله وهم يسلبون منه. ولا شك أنه إذا أخذ منه وينظر إليه فذلك أشد لغمه. ومن فاتته الصلاة أشبه مثل هذا الرجل، لأنه اجتمع عليه أنواع الغم والهم، فاجتمع عليه غم الإثم والذنب العظيم بتفويت وتضييع الصلاة، وغم فقد الثواب الذي كان سيناله لو كان قد حافظ على الصلاة. كما يجتمع على الموتور غمان: غم القلب وغم الطلب بالتأليف. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا رواه البخاري. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليبشر تارك الصلاة بمحاربة إياه، بمحاربة الله إياه. ومن أعرض عن ذكري، ولا شك أن الصلاة أعلى أنواع الذكر، أقم الصلاة لذكري، بل تشتمل على كل أنواع الذكر. فهذه بشرى لتارك الصلاة أن له معيشة ضنكة، سوف يحاربه الله سبحانه وتعالى لإعراضه عن ذكره بالمعيشة الضنك وبأن يحشر يوم القيامة أعمى. فسوف يحاربه الله بتمغيط عيشه وتكدير قلبه وتشتيت همه وتفريق شمله وحضور فقره وفساد أحواله، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. وقد ترى تارك الصلاة الأثيم رائحا غاضية لا يحس بعظم وزره وشناعة فعله، ولا يشعر بعقوبة الله إياه، كما يقول الشاعر: وما لجرح بميت إيلام. فاعلم أن أشد العقوبات ما خفي ودق. فقدان الشعور بالمصيبة هو في حد ذاته أعظم مصيبة، لأنه يدل على أنه يعاقب
بأشد أنواع العقوبة وأكثرها، وهو العقوبة الخفية التي لا يحس بها صاحبها. فالله عز وجل إذا عاقب العباد فهناك أنواع من العقوبات، هناك العقوبات الكونية القدرية كالزلازل وكذا وكذا من المصائب المعروفة، هذه عقوبة كونية قدرية. هناك عقوبات شرعية عن طريق إقامة الحدود مثلا على ذنوب ومعاصي معينة، هذه عقوبات أخرى. هناك العقوبة بالأمراض والابتلاءات، هناك العقوبة بتسليط الغريبين ونحو ذلك. فمع تعدد العقوبات وتعدد أنواعها، إلا أن أخطر أنواع العقوبة أن يعاقب الإنسان ولا يحس أنه يعاقب، لأنه إذا فقد الإحساس بأنه يعاقب فبالتالي لن يشعر بأنه يرتكب إثما، وبالتالي لن يشرع في إصلاح أحواله أو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإذا الإنسان رأى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فإذا رأى القبيح شيء هين وأمر سهل وفي أي شيء، فكيف سيتوب منه؟ فهذا بلا شك من أخطر أنواع العقوبات، وهو ما خفي ودق ولم يتفطن إليه صاحبه، لأن صاحب هذه العقوبة الخفية يغفل عن مصابه، لأنه بمنزلة السكران والمخدر الذي لا يشعر بالألم فلا يسعى في خلاص نفسه. فقد الإحساس يوجد مصائب كثيرة ومشاكل كثيرة، يعني مثلا الشخص الذي يبتلى مثلا بمرض مثل السكر مثلا ولا يحترم نظام الأدوية والأغذية إلى آخره، وتبدأ الأضرار تتفاقم بالذات تأثير مثلا على أعصابه. أهم شيء مثلا مريض السكر إيه؟ يقولون اهتم بالقدم، القدم عضو خطير جدا في مرض السكر. ليه؟ لأن لو حصل مضاعفات في أعصاب القدم يفقد الإحساس، وحتى يتخلع النعل من رجليه ولا يشعر بأنه خلع منه، فبالتالي يدخل في زجاج، يدخل في أي نوع من الأشياء، فتتفاقم المشكلة إلى أن تنتهي أحيانا إلى حصول الغرغرينة وتحتم قطع هذه القدم أو الساق. واضح؟ ليه؟ المشكلة كلها جت بسبب عدم الإحساس، فهو لم يحس أصيب وهو لا يشعر، وتفاقمت المصيبة حتى انتهت بالبتر ونحو ذلك كما هو معلوم. هذا فقط للتقريب يعني الصورة. كذلك صاحب الغفلة عن أنه يعاقب هو يصاب دون أن يشعر بأن هذه المصيبة يعني تهدد كيانه، فهو كالسكران وكالمخدر تحت البنية، هو لا يشعر بالألم فلا يسعى في خلاص نفسه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التألم للذنب من علامات صحة القلب وبقاء الحياة فيه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعرف الإنسان أنه مؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فالمؤمن ليس هو الشخص المعصوم، لأنه لا معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن الذي إذا سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني أنه لم يفقد الإحسان بالأشياء ويستطيع أن يحكم على القبيح بأنه قبيح ويرى الحسن في صورة الحسن. واضح؟ فجعل وجود الإحساس في القلب والتألم للمعصية والسرور بالطاعة علامة على حياة هذا القلب، لأن ما دام هناك قلبا ينبض، وما دام هناك دم يجري في العروق ويسري، وما دامت الروح لم تغادر البدن، فالأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي أن يرتقي الإنسان إلى أعلى مراتب العبودية حتى يصل إلى مرتبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الأمل باق ما دام هناك عرق ينبض، ما دام في حياة فأمام الإنسان فرصة أن يستقبل دائما في كل لحظة في كل نفس أسلوبا جديدا من الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا هنا بمعنى ضيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يرقبوا، فأنساهم أنفسهم يعني تركهم الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم يعني إيه؟ فتركهم. ليس معنى النسيان في حق الله معنى الذي هو مضاد للذكر أو التذكر، وإنما نسيهم يعني تركهم، لأن هذا أحد معاني النسيان وهو أحد المعاني
المراد من قوله تعالى وعصى آدم ربه، فنسي أي ترك على أحد التستويين. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يوفقهم إلى التوبة. فترى الشخص المتلبس بمصيبة ترك الصلاة التي هي أخطر ما يصيب الإنسان في دينه هو لا يبالي به، لا يبالي به، واضح، ويبدو ويروح سعيد ومبتسم، وربما سخر من الذين يصلون أو تهكم بهم إلى نحو ذلك. فهذا ينطبق عليه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وهذا لو كان عنده إحساس لبكى على فقد البكاء، لبكى على مصيبة عدم الإحساس ونسيان الله إياه. فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة لما سلط على قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من داره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليقتلن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فيسعى هذا الغافل في صلاح دنياه ولو خرب أخراه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فتراه مصائب الدين لا يبالي بها. أما مصيبة الدنيا لو ضاع منه جنيه ولا خمسة جنيه يقيم مأتما وعويا ويحزن حزنا شديدا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أهل الدنيا بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي، يعني يمسك الدرهم كده ويقدر وزنه بغاية الدقة بإيديه كأن يدين ذلك من شدة الخبرة في أمور الدنيا، ولا يحسن أن يصلي. وطبعا لو رأى الحسن ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من غرق الناس في أمور الدنيا والخبرة لأسفل الأشياء في أمور الدنيا مع الجهل الأعمى بالدين وبالتوحيد ونحو ذلك من الأمور الهامة، لا يعني احتقر هذا المثال الذي ضربه بالنسبة لما نحن عليه الآن. بلى والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقال أبو بكر ابن عياش مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها مصيبة فيه، وينقص عمره وزيره ولا يحزن عليه. ينقص عمره، الأيام تجري والعمر في الحقيقة ينقص مش بيزيد، وترى يعمل حفلة عيد الميلاد ويقولون عقبال 100 سنة إلى آخر هذه الأشياء. هذه مصيبة، المفروض أشد الأيام حزنا هو يوم ميلاد الإنسان. لماذا؟ لأنه صار أقرب إلى القبر، لأنه يوم ولد، بل يوم كان جنينا في بطن أمه، بل يوم كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة وجرى القلم بوجاء كتب أجله وعدد الأنفاس التي يتنفسها. فبالتالي هو في علم الله قد ولد وقد سبق تحديد إيه؟ العمر الذي سوف يعيشه باللحظة والثانية. فالكمية ثالثة، إذا مرور الوقت هو ينقص كمية العمر مش بيزيد العمر، فالعمر مش بيزيد، إذا العمر بإيه؟ بينقص، وكل لحظة تقربك أكثر إلى القبر. فبالتالي العاقل يحزن لتوالي عمره ولا يقيم احتفالا، هذا أنسب، ينقص عمره وجيله ولا يحزن عليه، لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما يفجع لمصائب الدنيا. يقول الشاعر ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدنيا تهون، كل ما يفقده الإنسان يمكن أن يعوض، إذا مرض فتعقبه العافية، إذا فقد مالا يمكن أن يعوض عليه بمال آخر ويخلق الله سبحانه وتعالى عليه.
لكن من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى إذا كسبته يعوضك عن كل شيء، وإذا خسرته فلا يعوضك عن الله شيء، لا يمكن أبدا أن أي شيء يعوضك عن الله سبحانه وتعالى. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. يروى في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخذله ويعاقب بأن يقيض له شيطانا يقارنه، فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير، وهو مولاه وعشيرته، بئس المولى وبئس العشير. فيتخذ قلبه المريض وطنا ويعده مسكنا، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت بالقرين، لا يفلح في دنياه ولا أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني، وأنت جميعا في شقاء وهواني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدوة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاطية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدوة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعدم إقامة الصلاة يسبب أن يستحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، أي بصلاة الجماعة، فإنما يأكل الذئب القاطية. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان ذئب الإنسان، وهو أعدى عدو له. وكما أن الطائر كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوته الآفات، فكذلك الشاه كلما كانت أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاه إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاطية من الغنم، وهي أبعدهن عن الراعي. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وبين صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن عن ذكر الله وعن الصلاة، ودلنا على ما يحدث هذا الكيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. هذا المعنى عقد هذه العقد معناه أنه يسحر الإنسان بنوع معين من السحر ويمنعه من القيام، كما يعقد الساحر من سحره. يقول تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالشيطان يفعل نفس الشيء بأن يعقد ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان إذا أراد أن ينام، وينفخ فيها ويضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فالذي يخذله الله سبحانه وتعالى، الذي يخذله الله يعمل فيه هذا السحر الشيطاني، والذي يوفقه الله سبحانه وتعالى يصرف عنه ذلك السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير، جرير يعني حبس، إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد
بالليل. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل ترقد. يغريه بإيه؟ بالتمادي في النوم، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فهم ثلاث عقد، فإن انتبه ووفق لأن يتذكر هذا العلاج وهذه الرقية من السحر، يبدأ أولا بذكر الله عز وجل حتى لو كان راغبا في التمادي في النوم. فإن استيقظ فذكر الله تعالى، قال أذكر الاستيقاظ من النوم، انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا متفق عليه. فالذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته، حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان: إنه نام عن الفريضة. معناه أن الشيطان استحوذ عليه واستقف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. فهذا معناه أن الشيطان يستخف به ويستهتر به. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة خيانة للأمانة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا شك أن المعاصي كلها وفي مقدمتها ترك الصلاة خيانة لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى في وصف المؤمنين: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث المعنى أوسع من مجرد حفظ الودائع، فهي التكاليف الشرعية التي ائتمن الله عباده عليها وأمرهم بها، بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا. قال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به أو نهوا عنه. والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله حفظها، فمن ضيعها فقد خان أمانة الله عز وجل ونقض عهده. والله تعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لأن السفر مظلة المشقة، فربما كانت سببا للتقصير والإخلال. من ذلك أيضا أن ترك الصلاة جناية وإساءة على الأنبياء والملائكة وسائر عباد الله الصالحين، لأنه يجب عليه بالتشهد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر: إذا قالها بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا متفق عليه. إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فإذا ترك الصلاة عطل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله الصالحين. آخر ما تيسر من الكلام في مثالب ترك الصلاة، وطبعا هذا ليس على سبيل الحصر والأمر يحتمل أوسع من ذلك، هو أن من شؤم ترك الصلاة أنه تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدارين. فقد روي عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك
وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، يعني أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا باستحقاق التعذير والملامة، وفي العقبة باستحقاق العقوبة. قال ابن حجر: قوله فقد برئت منه ذمة الله كناية عن سقوط احترامه، لأنه بذلك الترك عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماء، ولقتله حدا لا كفرى بشرط إخراجها عن وقتها الضروري وأمره بها في الوقت عند أئمتنا، ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين عند أحمد وآخرين. فهذا هو النداء الأخير بعد هذه الرحلة لتارك الصلاة: يا تارك الصلاة إلى متى يدعوك مولاك وأنت معرض لا تجيب؟ كم يتقرب إليك بإحسانك وأنت تبارزه بعصيانك وعليك منه رقيب؟ بادر بالتوبة إلى بابه ولذ بجنابه فهو منك قريب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجفى عليه، قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى أي التراب من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. يتبقى لنا بعض التنبيهات والوصايا التي تمت الحاجة إليها فيما يتعلق بالصلاة، وأيضا مبحث مهم حول تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة. فنبدأ بهذا ثم نفرد التنبيهات الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. من أنواع البناء التربوي للأطفال البناء العبادي، بناؤهم من ناحية العبادة، وأهم العبادة بلا شك هو ركن الصلاة. فالأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح، الأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح، ويرون آباءهم أكمل الناس وأفضلهم، ولذلك يحاكونهم ويقتدون بهم. وفي السن المبكرة لا يكتفي الأطفال بالتلقين، مجرد تلقين معلومات لا يكون لها الأثر مثل ما يكون الأثر عن طريق القدوة العملية، لأن الفترات الأولى الطفل بيكون في التفكير اللي هو المادي أو الحسي، يتأثر بالأمور المحسوسة واضح ويعيها جيدا، بخلاف مثلا إذا حدثت طفل مثلا عنده 3 سنين ولا تتكلمه عن المعاني المجردة الجمال والعدل والسماحة والكرم وكذا، هذه لا يدركها الطفل لأنها معاني مجردة، لكنه يدرك الايه الامور المحسوسه ويتاثر بها جدا. فموضوع القدوه في حياه الطفل اخطر وسائل التربيه واشدها اثرا على الاطلاق. ففي السن المبكره لا يتاثر الاطفال بالتلقين كلام الشفوي اذا لم توجد امامهم القدوه الصالحه التي تترجم بصوره عمليه المعاني المجرده. ولذلك فان افضل واعمق طريقه تؤثر في حفظ قيمة الصلاة في نفوس الأبناء هي أن يروا أبويهم محافظين على الصلاة، الأب والأم محافظان على الصلاة أمامهم باستمرار، طبعا الأب في صلاة النافلة في البيت أما الأم فالفريضة، فالمحافظة على الصلاة باستمرار بدون ما تتكلم الأطفال الصغيرين بالذات حتى قبل السابعة بالسنين من غير ما حد يكلمهم في الصلاة خالص، يعمل إيه؟ هو بيجد أبوه بيصلي أو الطفلة تروح جاية جنب اللي بيصلي وتقعد إيه؟ تقلده وتقلده في الحركات بطريقة طبعا استاذة معروفة يقدر يمثله هو يسجد ويشوفه بيعمل ازاي عشان يتابع زيه، فهو محدش اصلا بيكون دعاية الصلاة، لكن لان الطبيعي ان الطفل بيتقمص الاب، والتقمص او التوحد مع الاب، التوحد ده يعتبر اعلى مراتب التقليد واعمق واقوى صور التقليد والمحاكاة هي التقمص، فهو يتوحد مع ابيه او يتقمصه ويفعل ما يراه يفعله بطريقه
عملية. وكما تكلمنا من قبل مرارا يعني موضوع التربية مفيش حد بيجيب أولاده ويقول لهم تعالى في حصة تربية، مفيش في البيت هنعمل حصة في التربية ويقعدوا يديهم بقى محاضرات. إذا هي التربية عملية مستمرة خلال 24 ساعة في كل سلوك يفعله الآباء بالذات هي دي التربية. فأنت تربيه يعني لما بيقول له مثلا قول اللي بيتصل في التليفون أبي غير موجود، دي تربية على الكذب واتباح الكذب، وإن الكذب طريقة مقبولة للتخلص من الحرج. أو واحد يدخل في الباب قول له أبي غير موجود، فيقول له أبي بيقول لك هو غير موجود. فالطفل في هذه الطريقة طبعا يتشرب، دي تربية. يبقى أنت بتعلمه إنه إزاي يعني يستطيع التخلص من هذه المواقف بالإيه، بالكذب. أو إذا كان الأب بيخون الأمانة بيسرق بيكيد زملائه مثلا ويجي يحكي في البيت فيسمعه الطفل، كل هذه وسائل تربية وتترك بصمات عميقة في الأثر مدى الحياة بعد كده في ذلك الإيه الطفل. فإذا مجرد التلقين بالكلام والوعظ الشفاهي بالنسبة للأطفال هم لا يتأثرون به ما لم توجد أمامهم صورة عملية يسموها كونكريت ثينكينج. يعني إيه كونكريت؟ اللي هو الخرسانة، يعني إيه تفكير متحجر، تفكير زي الطوب كده والزلط والدبش، إن هو مش تفكير المعاني المجردة وإنما هو التفكير إيه الحسي. لازم يكون حاجة حسية مش الحاجات المعنوية زي قيم الجمال والتسامح والعدالة والنزاهة. الطفل الذي غفل عن مثل هذا الزهر لكنه لابد شيء يكون إيه حسي، فلا يجسد الصورة التي يتوحد معها هذا الطفل. فإذا محافظة الأب أو الأم على الصلاة هي تؤثر في الأطفال أعمق التأثير وتحفر الصلاة في وجدانهم حفرا. كذلك من الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنها عند تربية الأطفال على الصلاة والمحافظة على الصلاة أن يستعيد الإنسان بدعاء دعاء الله عز وجل، وأن يتأثى بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان يقول في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ينبغي الإنسان يلهج بهذا الدعاء في كل مناسبة يتحرى أوقات الإجابة، لأن الدعاء بلا شك من أنجح وأقوى أسباب حصول المقاصد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالدعاء أيضا في غاية الأهمية. كذلك على الأب أو المربي أن يعلم أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب كي لا يتعود عليه الطفل وبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. مسألة العقاب البدني بالنسبة للطفل موضوع الضرب هذا موضوع شائك للغاية، يساء فهمه وتطبيقه طبعا بالتالي عند كثير جدا من الناس، وله ضوابط إن شاء الله سنتكلم عنها في بعد أرجو أن يكون في أقرب وقت ممكن، يعني سأحاول بعد ما نفرغ من بحث الصلاة أن نفرد هذا أول ما نفرده من الموضوعات التربوية المهمة، لأن درء المضار المقدم على جلب المنافع. فموضوع الضرب والذي يحصل نتيجة جهلة الناس بموضوع التربية، درجة الناس تتصور إن هو لو ما ضربش ممكن يكون ضيع سنة، إن كان ضيع سنة حتة التقطير كيف لا يضرب الأطفال. هو مفيش نزاع على الإطلاق في أهمية وضرورة مبدأ الثواب والعقاب في التربية، يعني مبدأ الثواب والعقاب ده مبدأ أساسي جدا ومهم، لكن أنواع الثواب أو أنواع العقاب دي مسألة تانية. مش شرط العقاب ينحط في إيه؟ في الضرب. فالضرب له شروط، شروط كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. متى شرع الضرب؟ واضربوهم عليها العشر سنين، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر سنين. فإذا كانت الصلاة التي مقامها من الإسلام وشأنها هذا الشأن العظيم الذي تكلمنا عنه طوال أسابيع كثيرة ماضية، ومع ذلك لا يضرب عليها الطفل إلا بعد بلوغ العاشرة، فما ذلك بمعاد الصلاة؟ في ثاني أهم من الصلاة؟ فنرى أن بعض الآباء الكساه غلاظ القلوب يضربون الأطفال ضربا مبرحا على أسهل الأشياء. والشيء الغريب اللي دايما بنكرره، الخطيئة المتكررة في التربية التي لا يتفطر إليها كثير من المربين، أن طفلك ليس أنت. لازم الإنسان ما يسويش عقله بعقل الطفل. هو ليه بيضرب بعنف؟ هو بيضرب لأنه خرج الضرب عن كونه نوع من أنواع العلاج. هو الضرب بسرعة بشروط كعلاج، لكن إذا كان سيتحول إلى داء لا دواء فلا داعي له. فهو له هدف تربوي، لذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب وهو غضبان. في الشرع الشريف وفي الآداب الشرعية لا تضرب الطفل وأنت غضبان،
بل بالعكس تتريق الى ان يذهب فوره غضبك وتقرر الضرب وانت هادئ، لان في هذه الحاله سيكون الهدف من الضرب هو ايه؟ التقويم والعلاج. لكن في حاله الغضب سيكون الهدف هو ايه؟ افراغ شحنه الغضب في ضرب الطفل، ولن يتوقف الضرب حتى تهدأ نفسه ويخرج شحنه الايه؟ الغضب. فبالتالي اذا هذا ليس هو الضرب المشروع او المقصود تربيه الطفل، بل خرج الى كونه وسيله عقاب وانتقام للنفس. ليس هذا لأنه مش زيك، لا مش تكافؤ حتى، لا طفل صغير مثل هذا الإنسان الكبير الضخم ذي العضلات والقوة، فمفيش تكافؤ، أنت جاي تطلع الشحن غضبك في طفل صغير تستضعفه وتقهره، لذلك الضرب لابد أن يكون إيه؟ والإنسان في غاية الهدوء والاتزان ثم يقرر أن الضرب في مصلحة، وبالتالي سيكون ضربا رقيقا مش ضرب اللي هو يعني ضرب العبيد كما يحصل لبعض الجفاة من الناس. فعلى اي الاحوال قضيه الثواب والعقاب لا منوط منها في العمليه التربويه، لازم عقاب، لازم عقاب، لان دي وسيله من وسائل التربيه، لكن معنى العقاب اشمل من ان يكون بالضرب. ففي وسائل كثيره للعقاب متعدده، ولازم العقاب يكون متناسبا مع حجم الخطا، مش يكون عقاب شديد على خطا فاسد، وهكذا. ان شاء الله هذا موضوع مهم، وان شاء الله نتابع باذن الله فيما بعد بالكلام فيه بقدر المستطاع ان شاء الله تعالى. لكن الجزء الذي يهمنا الآن، لابد أن يعرف المربي أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، آخر مرحلة من مراحل العقاب، لأن الطفل إذا تعود على الضرب، أن الأب دائما بيستعمل السلاح، سلاح الضرب، هذا السلاح لو تعود الطفل عليه سيفقد تأثيره، جسمه يبقى إيه؟ بيفقد الإحساس بالضرب، ما هو كرامته أهدرته خلاص، إن كان كرامه هو أهدرها. وأهانه. وطبعا أكيد الضرب عند الناس المتهورين دول بيرتبط بالإيه؟ بالتحقير والشتم والسب وهذه الألفاظ في الغالب. فخلاص ما بيتأثرش بهذه الأشياء ولا يجزي استعمال الضرب في الوقت، خلاص يثبت تأثيره معه. لكن كلما كان نادرا ومنضبطا كلما أتى بالتأثير. كذلك على الأبي أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري. يشرح الأول شرح نظري، ثم بالتدريب العملي المتكرر، بالتدريب العملي المتكرر. وطبعا انت بتقصر الامر بقدر المستطاع، ما نقعدش نكثر عليه مثلا من الادعيه ولا نكثر عليه من السنه في المراحل الاولى، يكون في نوع من التبسيط الشديد في العباره. فيعلمه الوضوء والطهاره بالشرح النظري، ثم بعد ذلك بالتدريب العملي المتكرر، يعمل نموذج لايه؟ الوضوء اما انه يجعله يكرر خطوه خطوه كما يفعل هو في الوضوء. وأسمح له بالتطبيق أمامه، فإن أخطأ علمه ووجهه بلطف ودون تعنيف، فإذا أتقن الوضوء مدحه واحتضنه وقبله مشعرا برضاه عنه. ودي نوع من الثواب، المثوبة المعنوية بالمدح بالثناء عليه، بالشرط يكون دايما الثواب بالحلوى والنقود أو هذه الأشياء، لكن ممكن بأن يظهر الرضا عنه وتقديره له لما صنع. كذلك يعلمه فضائل الوضوء، ثواب الوضوء، كي يحفزه على الحرص على تحصيل ثوابه. طبعا من الامور المهمه ان احنا نهتم اكثر مع الطفل بالايه؟ بامور الترغيب، وان كان لابد من الترهيب فبيكون الترهيب بصفه عامه، دون ان تقول له مثلا اذا لم تصلي سوف تدخل النار وسوف يعذبك الله بكذا وكذا، لكن تقول من لا يصلي يعاقبه الله بكذا، لان هذا كذب. من الطفل إذا لم يصلي هل يدخل النار؟ هو غير مكلف، فلينتفت إلى مثل هذا. كذلك يتم تعليم الصلاة منذ السن الباكرة دون ما توجيه مباشر، بل يكرر صلاة النوافل في المنزل على مشهد من أولاده وهم يتأثرون أعمق الأثر. إذا رأى أباهم يمرغ وجهه لله عز وجل ساجدا قائما خاشعا قد استغرقته الصلاة وطرفته تماما عما حوله. لأن الطفل مع الوقت يستنتج أو مع الوقت إن اللي يدخل في الصلاة ما ينفعش حد يكلمه، ما ينفعش هو يكلم حد، ما ينفعش يأكل أو يشرب أو يتكلم، إن في حالة الصلاة الصلاة تستحوذ على كل كيانه، فلا ينظر إليه مهما بكى أو نادى عليه أو شيء من هذا. الشاهد إن هو الطفل برضه من هذا المشهد سوف يعلم أنه متى ما دخل في الصلاة فإنه لن يستجيب له أبوه أو لن تستجيب له أمه. كذلك صلاة الأب يعني خاشعا
لله سبحانه وتعالى مما يؤثر فيه أعمق الأثر. وهذا من شأنه أن يغرس في نفوسهم عظمة الله سبحانه وتعالى. كما أنهم بهذه الطريقة وهي التربية بالعادة يتعرفون على أعمال الصلاة ويحبونها بالعادة، أن الشيء يعتدون رؤيته بصورة معينة. هذه نوع من أنواع التربية بالعادة، أن يصبح الشيء عادة بأن يتكرر بصورة فطرية في أوقات محددة، مثلا حينما ينام تلقنه أذكار المساء، حينما يأتي الصباح تقول له بعض أذكار الصباح أو كذلك في المساء، فتحويلها إلى عادة يواظب عليها. هذا ما يعينه فيما بعد على الاستقامة على هذه الأمور الشرعية. كذلك لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، بمعنى أن ممكن الطفل حتى في سن السابعة أو فما فوق إذا صلى وهو مقصر في بعض من الصلاة بالذات ستر العورة تصح الصلاة. تعرفون حديث الصبي الذي كان يصلي بالنساء فاشتكى النساء وقالوا إيه اضطروا يعني عنا عورة صاحبكم، كان أثناء الصلاة ينكشف منه شيء من كان تفضل الطريق ولم، فالشاهد أنه مع ذلك صلاته كانت إيه صحيحة. فإذا لا بأس من التساهل في تحصيل شروط الصلاة في مراحل التدريب في الأولى، لا تبدأش معاه أول، يسجد في أي الأحوال أو في أي الأوضاع زي نوع من التدريب يعني، فلا تتشدد معه قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، بل اتركه يقلدك كيفما كان ولا تكفر عن التقليد. تقولوش لا انت مثلا كذا، سيبه يصلي ويقلد، لان زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاه ويكرهه فيها. امر ثاني، ما يجيش الطفل اللي يصلي ونتطير بقى الاخطاء وكل ما يغلط غلط تقول له ده انت بتصلي وبتعمل كذا، بتصلي ومش بتسمع كلام امك، بتصلي ومش عارف بتعمل ايه الى اخره. فطبعا هذا هيستغربه في الصلاه، هيحسس ان الصلاه عبء شديد عليه، هو كل ده عشان انا بصلي، طب ما بلاش اصلي. واضح؟ فهذا في نوع من التنفير. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان منكم ايه لمنفرين، بشروا ولا تنفروا. فبالعكس تتغاضى عن اخطائه، لانه من حقه ان يخطئ في السن ده ويتعلم من التجربه والخطا، ويمكن تحويل العباره بطريقه اكثر ايجابيه بدل الايه هذا التوبيخ المباشر الذي يشعره بان الصلاه عبء عليه، وانه اذا تخلص من الصلاه تتخلص من كل هذا العتاب، لان الذي لا يصلي لا يعاتب. فلننتبه هذا، وده بيحصل مع البنات برضه في موضوع الحجاب، انت بتحجبها وبتعملي كده فطبعا بيحصل لك شيء، لكن تقول له او لها انت محجبه وبنت مؤدبه ومهذبه والذي يليق بك ان تفعلي كذا وكذا، بدون تحقير الذات ويعني النقد للهدام. المهم نعود الى المراحل الاولى من التدريب على الصلاه. هناك مناسبة وهي بلوغ الطفل السنة السابعة من العمر، طبعا السابعة بالتقويم الهجري. هنا يجب على الأبي أن يأمره بالصلاة للسن السابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأيضا يأمره بتحصيل شروطها كالطهارة وستر العورة. هو التدريب المركب على الصلاة بهوادة وبلطف وبرفق مع الاستمرار بيجعل الصلاة في حياة هذا الطفل جزءا من كيانه لا يمكن أن ينفصل عنه أبدا، لا يمكن فيما بعد أن يصبح جزء من كيانه لا ينفصل عنه. واضح؟ فإذا أحسننا غرس هذا الشعور من الحجاب أو الصلاة جزء من شخصيته جزء من هويته ومن كيانه، كان هذا أدعى أنه حينما تجب عليه الصلاة أن يتمسك بها ولا يضيعها. وهنا موضوع إتمام سن السابعة، لا ينبغي أن يمر هذا التاريخ بالذات مرورا عابرا، مرورا عابرا. احنا ضد طبعا الاحتفال بأعياد الميلاد، لان يعني البدعه ليس لها علاقه بالاسلام، لكن بالذات في سن السابعه احنا مش بنسميه عيد ميلاد، لا احنا عشان فيه بلوغ سن السابعه له مناسبه شرعيه مهمه جدا، وهو انه سوف يبدا بامره بالصلاه، فيجب على الاب ان يامره بالصلاه، لكن هي غير واجبه على الطفل، لكن الاب واجب عليه هو الذي يامر بالصلاه. فبالتالي ينبغي أن يسلط الضوء على هذا التاريخ، ويعد الطفل مقدما ومسبقا. بعد 6 شهور تبدأ بقى إيه تصلي زي الكبار، شبهه الكبار دائما بيطلع عم يكبر. واضح؟ فتخطره في الكلام شيء كده مغرب، إن في أمل كبير هيتحقق، وإن مثلا هذا الطفل مثلا فلان لما يكمل السابعة هيحافظ بقى على الصلاة
باستمرار ويواظب يعني عليها. فمطلوب تعميق هذا الحدث الهام، لأنه يريد أنه يعرف أن ما قبل مفصول عما بعد، يعني هو الآن يستقبل مرحلة جديدة فلابد أن يهيئ إليها مسبقا، ويهيئ إليها مش بأنها مسؤولية هتلقى على كتفه وعبء عليه، لا، ده أنه هو خلاص هيكبر. أنت سنك كام دلوقتي مثلا؟ يقول لك 6 سنوات ونص. يا ده أنت بقى لما توصل 7 ما شاء الله هتبقى قربت وتبقى راجل، فإن المطالب حاجة تبقى أمل، أمل وطموح هو متطلع إليه بلهجة، مش إن إحنا ناويين نمسك له الإيه العصا يعني. فإذا لا ينبغي أن يمر تاريخ إتمامه سن 7 مرورا عابرا، بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال إعلامه قبلها بأنه مقبل على أمر عظيم، وهو اقتراب موعد أمره بالصلاة. فإذا بلغ 7 فصلى أول صف، جمع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته في حفل صغير ابتهاجا لهذه المناسبة الطيبة، ومثلا أبوه ممكن يجيب له بقى منبه عشان ينبهه إيه لمواعيد الصلاة، أو يجيب له تكوين مثلا نتيجة عشان يعرف فيها مواعيد الأذان، وهكذا يعني أي نوع من الهدايا المناسبة لهذه المناسبة، أو حلوى يحبها وكل واحد يجيب له حاجة هدية بسيطة فيحس إن المناسبة مناسبة عظيمة جدا. طبعا مش احتفال بعيد ميلاد، لا، ده تضخيم للأمر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه، وهو بداية التحول إلى تحمل أو أداء الصلاة، أو مثلا يقدم له ساعة إيد عشان يبقى إيه بيضبط نفسه على مواعيد الصلاة، أو تقول له عشان تبقى تفكرني قبل الأذان مثلا بخمس دقايق عشان أتوضأ، هتبقى مرتبط على طول عارف موقيت الصلاة ومهتم بالاستعداد له. كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل، لابد من تكرار الأمر بها. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعة. طيب لو مثلا الطفل بيلعب لعبة محببة إليه جدا في الرمل أو بأي نوع من أنواع اللعب بشيء هو منغمس فيه، وتريد أن تأمره بالصلاة، إيه الصح بقى نعمل إيه؟ صلي علشان تلعب. في هذه الحالة أنت لو أومنته من اللعب اللي هو محبب إليه إلى الصلاة، ممكن يحس إن هو حرم من حاجة إيه هو كان يفضله، أو ربما يعاندك، هو مش بيعاندك أنه مش عايز يصلي، بيعاندك أنه بيتمتع باللعب. فالحل في هذه الحالة إنك تعمل حسابك قبل ميعاد الصلاة مثلا بعشر دقائق، قل له فاضل قدامك 10 دقائق عشان وقت الصلاة، فافضل العب لحد الأذان. فأنت مش بتحرمه من اللعب أو تقطعه عن اللعب إلى الصلاة، لكن بتديله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الأذان ربع ساعة مثلا 10 دقائق، فالعب الفترة دي علشان أول ما يجي الأذان تقوم مثلا تتوضأ وتصلي. واضح نراعي مثل هذه الأمور. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعته، لو الأب سافر أو غاب لأي سبب من الأسباب، ففي هذا الحالة يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل، يأمر له الطفل بالصلاة خلال فترة غيابه أو شغله. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعوذوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعوذوهم الخير فإن الخير عادة. عادة يعني إيه؟ دي التربية بالعادة التي أشرنا إليها. ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة. يعني ما تبقاش المكافأة المادية دايما مادية، ممكن المكافأة المعنوية بالمدح والثناء عليه تشجيع، لكن ما نعلموش على أن التعامل تعامل مادي حتى في العبادة. إذا صليت هتاخد جنيه عن كل صلاة، لا، دايما الرتب له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له المديح والثناء والتشجيع من الإيه؟ من الأبوين. فلا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، مثلا إذا حصل منه خطأ تقول أنا كنت هعاقبك على الخطأ ده، لكن عشان أنت بتحافظ على الصلاة أنا سأعفو عنك هذه المرة. هذا نوع برضه من المكافأة. على أي الأحوال بالنسبة للمكافآت المادية لا يواظب المربي على ذلك، وفي نفس الوقت إذا أعطى هدية مادية من وقت آخر ينوع الهدية، لا تكون نفس الهدية في كل مرة، ننوعها له. كذلك على الأب أن يقرن الأمور المحببة بالصلاة علشان يتعود الطفل أنه يبرمج حياته على مواعيد الصلاة. يعني مثلا هياخدوا فسحة مثلا بعد ما يصلوا صلاة العصر، هيوديه يتفتح مثلا أو يشتري حاجة كويسة هو بيحبها. ففي هذا الحال مش تقول له مثلا الساعة 6 حسبك واعمل كذا، تقول له بعد ما نصلي العصر
أو بعد ما نصلي المغرب هنعمل كذا. اربط دايما وحدة المواعيد وهذه الأشياء اربطها دايما بالصلاة عشان تبقى جزء أساسي في الجدول اليومي بالنسبة إليه. لأنه إذا عرف إنه بعد الصلاة هيخرج يتفتح مثلا فسيتحفز لذلك ويستعد للصلاة في وقتها لاقترانها بأمر محبوب لديه. نربطها بشيء هو يعني ذكر. كذلك يرتب جميع مواعيده مع أولاده بأوقات الصلاة فيتعلمون تنظيم الوقت بناء على أوقات الصلاة. كذلك يذكرهم بين الحين والحين بفضائل الصلاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة حتى يكتمل تطورهم الفكري عن الصلاة ومنزلتها في الدين. يعود الطبي خاصة بعد سن العاشرة على أداء السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة، ويحرص على قيام الليل ولو جزءا يسيرا، فيعلن الأب لأولاده أنه سيقوم ليصلي في الليل وقت كذا وكذا، ثم يتركهم يتنفسون في الاستيقاظ في ذلك الوقت دون أن يوقظهم الأب لتقوى إرادتهم ويعتمدوا على أنفسهم، ويخفف بهم في الصلاة، ومن نعس منهم أمره بالنوم رفقا به. فإذا قصر الولد في الصلاة بعد العاشرة وجب على الأب وعظه وتذكيره بالنصوص الشرعية في الصلاة، فإن استمر في تهاونه أغلظ له في القول وعنفه وهجره، لا يكلمه ولا يخالطه ولا ينازحه، ويحرمه من بعض الأشياء المحببة لديه. فإذا فشل العقاب النفسي يلجأ الأب إلى العقاب البدني بشروطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فالمربي يقدم كما قلنا دائما أسلوب الترغيب والإثابة والتشجيع، ويتجاهل تقصير الطفل في بعض الأوقات، يتجاهل التقصير في بعض الأوقات مع حسن الإشارة والتلميح دون التصريح. فإن أقر يعاتبه جرا ويعبث في وجهه، فإن أصر يعاتبه جهرا أمام أسرته أو رفاقه بتوم شك أو سب أو تحقير ذاته، وده شيء غير مسموح به على الإطلاق. التحقير، تحقير الذات، يعني إذا انتقدت تنتقل الموقف أو التصرف، لكن ما تختلش على الطفل بإنه فاشل فإنه ما فيش فيه أمل وإن طول عمرك هتفضل كده، لأن ده تحقير الذات وده تحطيم لقدرات الطفل. لكن تنتقل التصرف فقط، مش تنتقل ذاته هو أو تحقرها وتوبخها بصورة عامة. فإن تمادى رغم ذلك يهدده بالضرب ويعلق عصا صغيرة بحيث يراها. فإن لم تنفع كل هذه الوسائل يلجأ إلى الضرب، لكن بالشروط الآتية: أولا، لا يضرب بأي حال قبل سن العاشرة، بأي حال لا يضرب قبل سن العاشرة. ثانيا، أن يعلم المربي أن الضرب وسيلة علاج وإصلاح وليست لإهانته وتحقيره وتشويه نفسيته، وليس الضرب وسيلة انتقامية يقصد بها تفريغ شحنة غضب المربي وإراحة نفسه، ولكنه ضرورة تربوية استثنائية لمصلحة الطفل. وعليه فلا يقدم المربي على عقوبة الضرب وهو غضبان ثائر. ثالثا، ألا يكون الضرب شديدا مبرحا ويستعمل فيه آلة معتدلة الحجم والرطوبة ولا يزيد على 3 ضربات، وللوالد أن يزيد إلى 10 بحد أقصى، وأن يتوقع ضرب الوجه والمواضع الحساسة من البدن ولا يكرره في الموضع الواحد بل يفرقه، ويترك بين الضربتين زمنا يخف به ألما أولى. كذلك يكون الضرب على تقصير حقيقي لا على شبهة أو سوء ظن، وأن يتناسب العقاب مع حجم الخطأ ونوعه، وأن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل واستغاث به، لأن دي برضو بنغرس معنى معين فيه. كان أحد الإخوة دلوقتي بقى شاب ما شاء الله ياتى، لكن كلمت في الموضوع من زمان، هو كان يقول حوالي نص لتر كده، قصته كان صغيرة جدا، ابن أحد إخواننا الأفاضل كان لسه يدوب بينطق يعني، فكان حضر هذا الدرس، عطيته من زمان، فكان سعيد جدا أول ما خلصت الدرس، فراح لوالده قال له: سمعت الشيخ قال إيه؟ وجالي وقال لي: جزاك الله خيرا يا شيخ، يعني. ف
فسمع الحته دي والاولاد بيحسوا ان هم ما بيفهموش، هم بيفهموا كويس قوي، كان صغير قوي، فكان كل ما ابوه يضربه يروح يذكر الله اثناء الضرب، فبدا يستغل هذه الاشياء. فجاء ابوه بيشتكي له انه من ساعه ما سمعك ان انت قلت اذا ذكر الله يوقف الضرب، فايه يذكر الله ويستغيث بالله اثناء الضرب، فيتوقف طبعا. فالدول ده مكسب كبير، يعني ان الطفل يزرع فيه تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، تعظيم اسم الله عز وجل، اذا ذكر اسم الله فيتوقف الايه الضرب، فيرتبط ذكر اسم الله بايه بالرحمه والعفو وايقاف الاذيه، فده شيء هيحبب اليه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الا يكرر العقاب، العقاب اللي بيتكرر بيفقد فاعليته كسلاح، ما ينفعش استعماله خلاص، فلا يكرر العقاب بقدر الامكان حتى لا تفقد العقوبه قيمتها فلا يبالي بها الطفل. لكن القاعده ان الانسان متى ما استطاع ان ينجز ما يريد بالرفق فلا يعدل عن الرفق ابدا، يعني ما بيضربش خالص وهذا شيء مطلوب، لو الطفل ما بيضربش ما تحسش بالذنب ده كده صح، لان الطفل الراقي المحافظ على كرامته الكلام قد يكون اشد عليه من الضرب بالسيف، فنخليه يحافظ على كرامته ولا نهدرها. فالضرب مش شيء حتمي، الضرب ده شيء استثنائي وبشروط كثيره كما سنفصل ان شاء الله تعالى فيما بعد. طيب لنفترض ان الاب قصر في امره بالصلاه في سن السابعه، لم يامره بالصلاه في السابعه وعدد السابعه والثامنه والتاسعه وجاءت العاشره، ففي هذه الحاله اذا بلغ 10 سنين ولم يكن هو قد امره بالصلاه يبدا بالضرب؟ لا، لا يبدا بالضرب، لكن ايه اذا كان هو قصر في امره بالصلاه بعد السابعه فلا يستعمل معه العقاب البدني مباشرة بعد العاشرة، وقد قصر في تعويده بل يتدرج معه ويمرنه ويعوده عليها من جديد. كذلك يعود الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمساجد، وهناك يتعرف على العلماء ويمارس عمليا آداب الإصغاء في مجالس العلم. هذا وإن الحرص على مشاركة الكبار في أفعالهم ميل طبيعي عند الطفل فليستثمر في هذا الموضع. لكن طبعا المساجد ينبغي أن الطفل اللي يكون عارف أداب المسجد ويحافظ على المسجد من التلويث أو النجاسة، أو يحافظ على المسجد من اللغو والصراخ وهذه الأشياء. صحيح في أحاديث تدل على أن الأطفال كانوا يتولدون في المسجد، لكن أطفال الصحابة ما أظنش كانوا زي أطفالنا يعني. والاشياء اللي بيعملوها في المساجد، الطفل اللي هو عارف اداب المسجد ويحافظ على خشوع المسجد هذا هو الذي ياتي، الا للضروره بقى الواحد راح يعمل اي مشوار وغصب عنه مع ابنه حد يعمل صلاه الجماعه، دي حالات استثنائيه. لكن احنا نحول المسجد الى دار حضانه والصراخ والزعيق والصوره لا تنتهي والقذاره وتلويث المسجد ما حدش قال كده، فده نوع من التعسف في استعمال حق ادخال الاطفال في المساجد. لكن لان ساعات احنا بنبدأ من حيث انتهى الشرع، النقطة بتقف عند حد معين، يعني نيجي عند الحد الأقصى ونجعله نقطة انطلاق إلى الإفراط في استعمال هذا الحق. فالأطفال اللي يجوا يكون معروف إن هم مش من النوع اللي يقعد يلعب ويعمل ضوضاء وأذية للمصلين أو يعبث في أجهزة المسجد أو نحو ذلك، فلابد أن يرتب أولاً آداب المسجد فيطمئن إلى ذلك يحضره في المسجد. كذلك قبل أن يحضره إلى المسجد يهيئه لذلك، طب وارد إن الطفل يبقى عنده نوع من الخوف الاجتماعي انه يخاف يلاقي ناس في مكان واسع قوي زي المسجد وفي ناس كتير وجوه كتيره، فممكن ايه يحصل نوع من الهيبه ويبكي ويصرخ وكذا، فلازم يحصل نوع من التهيئه برضه قبل ما نوديه المسجد، يوصف له المسجد، المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى ومكان واسع وجميل ونظيف ورائحته طيبه شكله جميل وفيه كذا وكذا، يوصف له المسجد وتقرن له المسجد بكل شيء جميل، اقرن له انت بتتكلم المسجد باشياء محببه اليه. مثلا تشتري الحلوى من جنب المسجد، قول له اشتريت هذه الحلوى لك من المحل القريب من المسجد، يعني دخل كلمة المسجد وقرنها بالحاجات اللي هو تشبهها. مثلا لو انت بتمشي بيه تقول له شايف البناء الجميل هذا، هو ده المسجد وانا قريبا سوف اخذك معي لتصلي فيه، ده نوع من التدرج قبل ما ايه تجيبه المسجد. كذلك ممكن تهيئه جو المسجد قبل اصطحابه، فلا مانع ابدا بالذات لو كان المؤذن والإمام متعاونين أن يتفق مع الإمام ومع المؤذن وبعض المصلين من الجيران وأبناء، إحنا طبعا بنحايل الأطفال ليه؟ لأن إحنا محتاجينهم، هم أطفال اليوم لكن هم رجال الغد، وبيبدأ التربية من هذا السن الذاكرة بل هي أعمق أنواع التربية، فإحنا اللي محتاجين لهم إحنا بنتغلل إليه بنتحايل عليهم ونحاول إن إحنا نكسبهم
لان هم دول المستقبل. فصغار الان صاروا اليوم كبارا، وصغار اليوم كبار الغد، فبالتالي لان الامه محتاجه لهؤلاء الاطفال هم المستقبل حقيقه. فبالتالي ايه المنع ان يحصل هذا التواطؤ بين الاب والامام والمؤذنين وبعض المصلين، انه اذا حضر معي هذا الطفل فابداوا ايه يحتفوا به يلاطفوه. وفي بعض الناس كبار السن بنلاحظ غير الناس عندها يعني ذوق، فدايما تجيبوا شوكولاته او حلويات للاطفال، فلما يلاقي طفل في المسجد يروح حاطيله، فده نوع من التلطف الطفل وتحبيبه في المسجد وفي اهل المسجد، فيتواصوا معهم انه اذا حضر يلاطفوه ليحس بالانس فيطمئن لاهل المسجد ورواده، لان الاهتمام به في اول مره يدخل فيها المسجد سوف يوقع في نفسه شان تعظيم الصلاه. كذلك اذا كان الامام ممن يطيل الصلاه اطاله تخالف السنه نبهه على عدم الاطاله. كذلك يربط الطفل في المسجد بحلق تحضير القران الكريم وتجويده بالتعاون مع امام المسجد، لاننا لم يبق لنا حفظ الا المساجد الان، فالله المستعان. فهي الحفظ الاخير حفظ الله من كل سوء الذي يمكن ان تصحح فيه الاخطاء التربويه في الاتهام الموجهه للاطفال والابناء في المدارس والاعلام والمجتمع الى اخره. كذلك يهتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد واهله عن طريق ممارسه انشطه نافعه ومسليه للاطفال. كذلك يعظم الاب دائما امامه صلاه الجمعه ويحدده عن ادابها واحكامها وضروره احترامها وتوقيرها، لكن لا يحمله ما لا يطيق من امر صلاه الجمعه، لان صلاه الجمعه تطول الخطبه والصلاه، فممكن مع الوقت الطفل يمل، والطفل قد يصعب عليه انه يحافظ مثلا على الطهاره او عايز يلعب او شيء من هذا. وللاسف الشديد في هذا الزمان يندر جدا ان نرى من يتمسك بالسنه، حتى الذين ينتسبون الى السنه والسلفيه في موضوع خطب الجمعه. السنه ينبغي احترامها والا نتحلق مع السنه. السنه تقصير الخطبه واطاله الصلاه، مش بالوضع اللي بيحصل الان للاسف الشديد، بتتحول كانه محاضره وطويله وفيها مشقه فعلا على الناس. فخطبه الجمعه بالذات الصحيح الصادق في الانتساب الى السنه لابد ان يشتهر ويتميز بانه يقصر الخطبه ويطيل الصلاه. فاذا فعل ذلك عرف الناس ان هذا هو السني، مش السني اللي ايه يطيل الخطبه كما يحصل ويشق على المصلين. روي ان ابا هريره رضي الله عنه دخل مرة المسجد يوم الجمعة فوجد غلاما فقال له يا غلام اذهب العب، لكن يوم الجمعة ووجد غلام أمام المسجد، شوف الرجل يقول له يا غلام اذهب العب، قال إنما جئت إلى المسجد، قال يا غلام اذهب العب، قال إنما جئت إلى المسجد، قال فتقعد حتى يخرج الإمام، قال نعم. يعني بدأ بالإيه بالتخفيف، فعلى الأبي ألا يكلفه بصلاة الجمعة دون سن العاشرة بل يرغبه ولا يرهبه، فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. كذلك تحرى الأب اختيار الخطيب لأنه بخطبته ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد، خاصة إذا فهموا الخطبة وعقلوها، ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة وما استخلصوه من الفوائد، ويحثهم قبل الدخول على حزن الإنصات، ويبين لهم أنه سوف يسألهم عن مضمون الخطبة بعد الصلاة لاستدعاء تركيزهم أثناء الخطبة. إذن هذا فيما يتعلق بشأن تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة، لأن الأطفال كما ذكرنا هم مستقبل الأمة المتمثل في هؤلاء الأبناء وأسلاف الأكباد. يقول الشاعر لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.